بونجور مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم. حل موعدكم مع ايت سمارت، اليوم معي ليا ابو رزق، واليوم بدنا نحكي عن المراره. صباح الخير ليا. هاي ستيف، كيفك اليوم؟ ماشي الحال. موضوع ما بنحكي عنه دائما، بس لازم نعرف شو المراره وشو كيف بنحس انه المراره مريضه، اذا فينا نقول شو لازم ناكل لما يكون عندنا بروبلم مع المراره. مزبوط، كيف قلت ستاف رح نحكي اليوم عن المراره. عاده يمكن ما بنحكي كثير عن هالموضوع، بس في كثير عالم بيعانوا من هالموضوع وما بيكونوا عارفين، لانه one of the symptoms اذا عندنا مشكله بالمراره هو انه فينا نكون ما عم نحس شيء، بنسميه asymptomatic، يعني نحن ما بيكون عندنا عوارض بس عندنا مشكله المراره. أوكي. ورح نحكي بهيدا الشيء هلا بالتفصيل. أوكي. اول شيء المراره وين موجوده؟ موجوده تحت الكبد، تفرز مادة صفراء. هيدي المادة نحن بحاجة لها تنهضم الدهون يلي نحن بنكون عم نتناولها، يعني أساس العمل تبع هالمرارة هو إفراز هالمادة تنهضم هيدا الدهن، كما أنه بتساعد على امتصاص الفيتامينات يلي بتدوب بالدهن، يلي هي الفيتامين A, D, E و K. دونك نحن بحاجة لهالعصير أما على هالمادة الصفراء، مزبوط، للمادة اللي بتكون صفراء تنهضم هالنوع من التغذيه. هلا نحن في عندنا اشخاص بيصير في عندهم مشاكل بالمراره، فيها تلتهي بالمراره، في حتى يكون في عندنا بحث اما رمل بالمراره بيسكر المجاري تبعولها، فهون هيدا الشيء بيؤدي لضغط على المراره، بتبطل تشتغل بالطريقه المضبوطه، وحتى بصير عندنا مشاكل صحيه. صح، وبنوصل لاخر تريتمنت اما اخر حل عندنا بحالات كثير متقدمه انه نستأصل المراره اما نشيلها. مشان هيك نحن بنقول مثلا شلنا المراره، بس هون يعني يفضل ما نوصل لها، بس اذا وصلنا لها ما في مشكل، لانه هلا فينا نعيش بلا المراره. اكيد فينا نعيش بلا المراره، لانه بضل في افراز من هيدي الماده من الكبد، بس الفكره انه وقتها هالافراز وقتها يجي من الكبد ببطل في ينفرز بطريقه كبيره، لانه المراره بتكون قبل اذا بدنا نعتبر ستورج، اما هي وين بيخزن هالعصير بين 60 ل 100 مليلتر. اما اذا شلنا المراره ببطل فينا نخزن الكميه كبيره، بصير انه مجبورين ناكل اقل دهون، ننتبه اكثر على حصص الدهون اللي نحن عم نتناولها تا ما يصير في عندنا مشكله بالهضم اما ناذي الجسم بطريقه اكثر. دونك هيدا على صعيد شو المراره، شو وظيفتها، نحن بحاجه لها اذا اضطرينا وشلناها ما في مشكل، بس لازم هون ساعتها ننتبه على اكلنا، نظام التغذيه كثير مهم، اهم شيء. هيدا اولا. هلا في كثير عالم تسال شو المؤشرات نحن اللي فينا نحس نكون فيها وبتشير انه نحن عندنا مشكله المراره. في اشخاص ما بحسوا بشيء، بس المعرضين اكثر انه يكون عندهم مشكله المراره هن الاشخاص يلي عندهم زياده بالوزن، يعني اذا كان عندنا اوفر ويت او اوبيز 100%. الهاي فات كمان بيعمل ضغط كثير كبير على المراره، فنحن هون يفضل دائما ننتبه على كميه الدهون اللي عم ناكلها. الاشخاص يلي عندهم سكري كمان معرضين انه يكون عندهم مشكله بالمراره، مشان هيك نحن لازم هون ننتبه بهالحالات، واذا بدنا نعتبر نسمع الجسم اذا هون ساعتها عم نحس بشيء او لا، او نعمل فحوصات دائمه تنشوف اذا نحن عندنا مشكله او لا. ببين بفحص الدم اذا في فحوصات دم؟ مزبوط. أوكي. في فحوصات دم معينه بنعملها، في ايكو بينعمل، في اكس رايز كمان بينعملوا، يعني صوره الاشعه فينا نكون عم نعملون تنشوف اذا نحن عندنا مشكله الغده او لا. طيب شو منحس اذا قلتي لي فينا ما نحس ابدا بعوارض، واذا حسينا شو هن؟ اوكي، هلا العوارض يلي نحن فينا نحس فيهم، بنبلش اول شيء وجع بمنطقه البطن على ميلة اليمين 100%، ميلة اليمين. في هيدا الشيء من بعده يصير في عنا لعين نفس، من بعد هيدا نحس مثلا برفلو، اما حتى يصير في عنا غثيان اما نستفرغ، كما انه فينا نحس بوجع بالكتف الايمن عم بيضرب على ميلة البطن كمان. دونك 100%. دونك هول العوارض اللي نحن فينا نكون عم نحس فيهم، بس اكيد مش اذا حسينا بهيدا الشيء يعني بياخذنا نحن مرارة. فينا نحن هون ساعتها نستشير الطبيب، يعملنا الفحوصات
ونشوف اذا نحن بنعاني من هالشغله. وهون يعني يعني بنحس بالعوارض تنقول على مثلا فتره كثير قويه خلال مثلا ساعه لاربع ساعات، بعدين بخف. اذا عم بيضلوا يصير في عنا هالعوارض وعم نحس فيهم بطريقه كبيره، ساعتها هون فينا نستشير الطبيب. لازم مش فينا اكيد, أكيد لازم نستشيره الطبيب. لانه حسب الفحوصات وال هو بيقرر شو اذا شخصنا وعندنا مشكله بالمراره. دونك هيدا. واذا عم نحكي عن المؤشرات اللي بحسها الجسم او بحسها الشخص تنقول انه نحن منصابين بالمراره، وقت نعمل الفحوصات ساعتها هون كمان فينا نعرف اذا نحن عندنا مشكله بالمراره او لا. هلا في قصص، في اذا بدنا نعتبر عوامل اما فاكتورز نحن فينا نكون عم نعملها كنترول، اوكي، يعني نحن فينا نكون اذا بدنا عم نغيرها عم نسيطر عليها 100%، تنكون عم نخفف هالضغط على المراره، هالانفلاماسيون، هالالتهاب على المراره. وفي عنا عوامل لسوء الحظ ما فينا نحن نكون عم نسيطر عليها. هلا العوامل يلي ما فينا نكون عم نسيطر عليها هي عاده كل شيء العوامل الوراثيه، يعني مثلا اذا عنا بالبيت الوالد اما الوالده بيعانوا مشكله، عندهم هالمشكله، في ريسك انه نحن انا كمان الاولاد يعني يصير عندهم مشكله المراره. اوكي، هلا في عنا كمان عند النساء معرضين اكثر خاصه بعد عمر الستين، هن معرضين اكثر يكونوا عندهم هالمشكله. كما انه في عنا دونك كيف قلنا النساء ما فوق الستين، وحتى الجيناتيكلي يعني العامل الوراثي، وهول هن العوامل اللي ما فينا كثير اذا ما نسيطر عليها 100%. هلا العوامل اللي في والمرأة الحبلة، المرأة الحبلة كمان معرضة يكون تنصب بالمرارة اكثر من الاشخاص الثانيين. مزبوط. هلا العوامل اللي نحن فينا نعملهم كنترول اما نسيطر عليهم بطريقه ما، هن اذا كان عندنا وزن زايد، اذا كنا نحن عندنا نسبه دهون عاليه بالدم، اذا بنعاني من تريجليسيريد وكوليسترول، اهم شيء لانه نحن مثل ما بنعرف بحاجه لهالعصائر تنهضم هالكوليسترول. اذا نحن عندنا كميه كثير كبيره من الكوليسترول يلي عم ينفرز بالجسم، ساعتها هيدا ضغط كثير كبير على المراره، وساعتها هون في نحن يصير في عندنا بحص مع جايه من وراء هالكوليسترول. دونك مشان هيك نحن لازم نعرف نسيطر على نسب الكوليسترول يلي جسمنا عم بيفرزها. ثانياً الأشخاص يلي عندهم سكري ويلي منن هيدا السكري يلي عندهم إياه منن مرقلج، يعني الأشخاص اللي مع السكر بالدم منن مرقلج، هيدا بيأثر إنه يصير في عنا كمان نسب عالية من التريجليسيريد بالدم. هيدا الشيء بيأثر على ضغط أكبر على المرارة، في يصير بعدين إنه عندنا مشكلة بالمرارة. دونك هون لازم نحن نرقلج مشكلة السكري إذا منعاني منا كمان. دونك هول هن العوامل اللي نحن فينا نكون عم نسيطر عليهم دونك تنقدر نخفف هالضغط على المرارة. كما انه ستاف في اشخاص بتاخذ دواء للكوليسترول، هيدا الدواء في يكون عم بيأثر بشكل سلبي على المرارة، فنحن ناخذ وقفة قصيرة نرجع نتابع سوا. نرجع لكم مشاهدينا ومنتابع Eat Smart مع ليا. كنا عم نحكي عن المرارة، صح، كنا عم نرجع هيك صار عندنا وقفة طويلة، كنا عم نحكي عن كيف نسيطر، في عندنا عوامل فينا نسيطر عليهم. كنا عم نقول إذا عندنا أو زيادة وزن، زيادة دهون بالجسم، أو حتى إذا السكري منه مرقلج عندنا بالجسم، ساعتها هول العوامل إذا نحن ظبطناهم فينا نكون عم نسيطر ونخفف الضغط على المرارة. هلا الفكرة المهمة كمان ستاف، وقتها الأشخاص بتعمل دايت كتير بينزلون بطريقة كتير سريعة، يعني الوزن تبعولهم بينزل بطريقة كتير سريعة، هول الأشخاص معرضين يعملوا يعني مشاكل بالمرارة. لأنه نحن وقت ننزل بطريقة كتير سريعة الجسم عم بيكسر هالدهون يلي موجود بالجسم، المرارة ما بيلحق، صح، بدها تهضم هالدهون، دونك ما بيعود يلحق. هيدا الشيء بيأثر بشكل كبير على المرارة، بنعمل ضغط على المرارة، وساعتها
فينا نتعرض لمشكلة بالمرارة. فمشان هيك إذا عندنا مشكلة بتنحل؟ فينا نسيطر عليها قد ما فينا، يعني ما نحس بقى بالعوارض، نخفف. يعني كل ما انت خففت هالضغط على المرارة كل ما سيطرت على المشكلة، بس ما بتروح. يعني إذا رجعنا غيرنا باللايف ستايل نمط الحياة 100% بنمط الحياة تتغير، ساعتها هون فيها ترجع المشكلة. وما بدنا نوصل كيف قلنا بأول الفقرة على استئصال المرارة أما نشيلها، لأنه نحن بحاجة لها، بس إذا اضطرينا نشيلها ما في مشكل. هلأ تنحكي شوي عن نظام التغذية اللي نحن بحاجة له إذا نحن معرضين لمثلا التهابات بالمرارة أو مشاكل بالمرارة. عادة يفضل دايما نتبع نظام غذائي مظبوط قليل بالدهون، مثل ما فهمنا منك اليوم. صح، برافو. دونك قليل الدهون، يعني نحن ما نتعدى لأكثر من حصتين من الدهون بكل وقعة. نقسم وقعاتنا لوقعات صغيرة تما يكون في حمل كبير على إفراز هالمادة الصفراء اللي بتفرزها المرارة تنهضم هالدهنيات اللي موجودة بالمأكولات. كمان يفضل دايما ناخد مصادر من الأوميجا 3 يلي هي المكسرات النية، حتى ندخل كمان البروتين الغني بالأوميجا 3 يلي هو السمك مثل ما منعرف، تنخفف من الانفلاماسيون أما الالتهابات يلي فينا نكون منصابين فيها من وراء المرارة. كما أنه الألياف كتير مهمة بهالحالة. في أشخاص بس تاف مثلا بيقولوا أنه بس ما نحن الألياف بتضايقنا كمان، ساعتها فينا نحن نعملهم بطريقة أنه يكونوا مطبوخين، أما حتى أنه ما نكون عم نكلهم بطريقة نية تما نزعج الهضم. عنده IBS أو problem، وكمان نركز أكتر شيء على القرنبيط، الشمندر، البروكولي، لأنه كتير مثل ما بنعرف غنية بالألياف وبيساعده كتير بحالة المرارة. وستيف إذا حبينا كمان ندعم كمية الألياف اللي عم ناخدها وما ناخدها كلها من المأكولات اللي عم نتناولها، فينا ساعتها ناخد السبلمنت اللي اسمه سيليوم هاسك، معروف كتير. نسبة الألياف يلي فيه كتير عالية، بس هنا أكيد مع استشارة الطبيب. دونك نحن إذا أخذنا من هالنوع من السبلمنت موجودين بالخبز هالأيام، مزبوط، كمان في نوع خبز كيتو عم بحطوا فيه السيليوم هاسك، دونك لأنه غني بالألياف. بس هون ساعتها كمان إذا حبينا نعمل مشاكل مصارين يلي عنده بروبليمات كمان، كمان حسب كيف تحديد. لا يعني نحن اذا فرد مره اخذنا الكوانتيتي اللي كثير، يعني دغري اخذنا الهاي دوز اما الدوز العاليه، صح، دونك ساعتها هون بيعمل مثل رده فعل الجسم، بتصير تفرز كثير البكتيريا اللي عندنا اياها بالجسم. هون ساعتها بنتعرض لكونستيبيشن، يعني بصير عندنا امساك بدل ما نحن نكون عم نسهل عمليه الهضم يلي عندنا اياها. فمشان هيك نحن هون السبلمنت اللي لازم نكون عم ناخذهم بطريقه تدريجيا. نسال اكيد الدايتيشن او الطبيب هو اللي بيساعدنا نعرف كيف نبلش فيهم وكيف نكون عم ناخذهم. كمان ستاف لازم نشرب مي كثير منيح، يعني 6 لـ 8 اكواب بالنهار، ما ننسيهم. نجرب قد ما فينا نكون هايدريتد، يعني نروي الجسم تا تكون عملية الهضم ماشية بطريقة مظبوطة. Thank you ليا على هالمعلومات. Have a blessed day. مشاهدينا وقفة ومنتابع العكس.